نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا زلنا نقول منك نتعلم يا حبيبنا، منك نستفيد يا نبينا، أنت قدوتنا وأنت أسوتنا في كل شؤون حياتنا. الحبيب عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، كل التعامل مع أجناس الموجودات كلها، حتى الحيوانات نالت نصيب كبير جدا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. نتصور نحن في الحالة العسكرية، لما يكون جيش كبير جدا مثل ما كانوا في طريقهم في فتح مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه جيش ضخم جدا، آلاف الجنود، فلما مروا بطريق فإذا بكلبة حدبت على صغارها، كلبة معها جراء صغار ولدت، فخافت عليهم، أرادت أن تحميهم من الجيش. فلما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو أخبر بهذا، ماذا فعل؟ هل قال خذوها هذه الكلبة ولا دعسوها؟ ماذا يحصل؟ يعني جيش كبير، نوقف الجيش لأجل شوية كلاب؟ الحبيب عليه الصلاة والسلام يعامل الله في دقائق هذه الأمور التي ربما يخفى على الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى أدخل امرأة النار بسبب هرة، وأدخل مرأة زانية الجنة بسبب أنها سقت كلب، وتلك حبست الهرة حتى عذبتها بالجوع. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقبل على بيت الله، يريد أن يفتح، فكيف يفتح الله عليه وهو لا يراعي حق هذه الحيوانات؟ علمنا رسول الله هذه السنة، فأوقف الجيش وغير مسار طريق الجيش كله. يعني تغيير مسار الجيش هذا، المعسكريين أو الاقتصاديين يفكرون كم سيكلفني هذا، كم سيغير الخطة، كم وكم وكم، أشياء كثيرة من الأفكار والتخطيطات، ربما يستحقرون هذا الكائن أو هذا المخلوق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشى بالجيش وحول الطريق ورجع ثاني مرة إلى طريقه مراعاة لهذه الكلبة. وكذلك لما كان في طريقه في غزوة من الغزوات، رأى حمامة يمامة تطير مفجوعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بصغارها؟ فقال بعضهم: يا رسول الله، وجدنا فراخ لها أو بيض لها في الطريق فرفعناه. قال: ردوا عليها صغارها. يهتم غالبنا نحن لما نرى بعض الأمور التي نظن أنها أمور مهمة في حياتنا، لا نلقي بال للأشياء البسيطة. ولهذا نرى السلف الصالح تعلموا هذه السنة من معلمهم الكبير، حتى قالوا أن الإمام الغزالي رحمه الله مرة يكتب بالقلم، وهو مؤلف كبير، فجاءت الذبابة تشرب من رأس القلم، النقطة اللي في رأس القلم، جاءت الذبابة وقفت عليها، فوقف ما استمر في كتابة حتى الذبابة انتهت من شرب هذا الماء الذي في رأس القلم فطارت، فبدأ يكتب بعد ذلك واستمر يكتب. هذا من أين تعلمه الغزالي؟ ومن أين تعلم الصحابة؟ ومن أين تعلم التابعون؟ كلهم استقوا، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم يقتبسون من تلك الشمس المضيئة قبسات من أنوار المعاملات والأخلاق. ينبغي لنا نحن أن نراجع أنفسنا، سنجد أننا أحيانا لانشغالنا بأشيائنا التي نراها مهمة لا نبالي أن نمر جنب إنسان ضعيف فنلقي عليه السلام، لا نبالي أن يكون هناك مثلا هرة فربما الإنسان يدهسها أو يخيفها ويفزعها، لا يبالي بكثير من الأشياء الإنسان. ينبغي لنا أن نعرف أن رسول الله أخبرنا: الراحمون يرحمهم الرحمن. نسأل الله أن يخلقنا بهذا الخلق، وهو خلق الرحمة، وهو الخلق الكبير الذي بعث الله به البشير النذير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عطات وعبر، جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمة ومنقذ.
ومعلم هذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليه.